سرين؟ نعم. انت رح تتجوز؟ ها؟ لما انت تتجوز يا نعيم؟ ايه معناته نتجوز سوا. يلا. الله يفرحنا فيكم يا رب. تسلم يا معلم. والله يا ابو النور في كلمه حق بدي اقولها. تفضل. بدي اقولها خصوصي مشان هدول الجوز، لانه انتم الوحيدين العزابيه بيناتنا. نعم. اي نعم. شوف يا ابني، غرفه نوم عند الانسان هي بيت سره. صحيح. ما بصير حدا يعرف شو عم يصير فيها ولا شو عم يحكى فيها قصص. نعم. الكلام اللي عم يحكيه أخي أبو ريمون لا يعلى عليه. يا سيدي، كلام أخي أبو ريمون وأخي أبو صبحي ذكرني بسيرة بدي أحكي لكم إياها. هذا يا سيدي بتعرفوا أعداد النسوان، خاصة لما بيجتمعوا بعرس، بطهور ولد صغير، بخطبة، بأي حالة فرح، ولما بيعدوا لهم هيك على شيء أكلة، تبولة، مبولة، بهيك قصص بتعرفوا. بيوم من ذات الأيام راحت سلوى كريمة لعند وجيها مشان يعملوا أكل الحراب بصبعه. يمكو لي فوزية؟ اي والله والله شأت لي. خليني اشرح لي. شو شو؟ عطيني فوزية. كيفك تقبريني؟ اي والله كثير اشتقت لكم. بعدين ليش هيك تأخرتوا وطولتوا؟ اي فتلنا السوق فتل وما لقينا الأغراض اللي بدك ياهم. مسكي مسكي. هات هات ربك خديك. متنا من الشوق طقينا. خلص روحوا لفن بدو أواعيكم. يلا رح بدي الأواعي لبين ما تجهزي الأغراض أنت. ايه ماشي. يلا بيني. فايتين. يلا هو عم حضريهم بين ماكم. حاضر تركيهم تركيهم لإيديك كريمة، أنا برتبهم. روحي ساعديها لوجيها بالمطبخ شوفي شو بدها. بس ما تزعلكيهم بس كل مرة. ايه روحي يو. ديري بالك. ايه لا تاكلي هام. لا دخلك جوزك ليش ما بيحب الحراب اصبعه مع انه اكله طيبه بتشهي؟ لانه تقبريني قال اكل لوعه منها. يح يح لوعه شو؟ لوعه حبيبتي، لانه بزمناته لما كان صغير ايه؟ كانت حماتي عم تعمل حراب اصبعه. ايوه بيحلي الأدد. ايوه من كتر ما نشرني ما انتبهت على الصغير، كان ماشي هيك قامت قلبت عليه طجره. يعني احترقت رجله. لي على قامتي عليه. بس يعني اذا احترقت رجله هاد ما بيعني يعملك فيها عقدة النجار. ايه والله هيك اكله ما بتتفوت طيبة. لا تقبريني، كل ما بقول له عامل حراب اصبعه بيتزلزل بدنه زلزلة. الاقي لك شي طريقة تحببيه فيها. الاقي لك شي طريقة. ايه والله طيبة، انا اختي توحمت عليها. صحي انتي ليش لهلأ ما حبلتي؟ ما بعرف، كله بايد رب العالمين، شو بيعرفني انا؟ ايه يعني بس انا وياكي رحنا لعند الدايق مزكي وما طلع فيكي شي. هلا بصراحه العطل منه. ايوه يمكن لانه الدايق مزكي قالت ما فيكي شي. بس الدايق مزكي مو شاطره. يه وشلون بقى مو شاطره تقبريني؟ ايه مو شاطره. الا اشاطره ونص. بعدين امك يلي هي امك ولدتك على ايد الدايق مزكي، ولا لانه اختك فحصت الدايق مزكي وقالت ما بيجي يا اولاد. تقبريني حبيبتي العطل مو مني، العطل من جوزي. بعدين انا شلون ما بجيب اولاد؟ العطل مني. وشو بكي قاعده عم تتخصور وتطلعي فيني حبيبتي؟ عم اقول لك العطل مو منا. واحد لعند الدايه امسكي وقالت ما فيها شيء. لا ما بتغيري الدايه. رح غير الدايه تكرم عينك، ورح اخذها لعند الدايه ام تحسين، وانا متاكده ما رح يطلع منا شيء. ايه حروح معكم، رجلي على رجلك. ايه روحي وشوفي بعينك، لانه حضرتك ما بتصدقي لحتى تشوفي بعينك مشان ما يصير فيها مثل ما صار باختك. بكره شوفي حيطلع العطل منا باينه. اخرسي اخرسي تضربي. ان شاء الله يبعث لك حمص.
بيتك منك لإلها، يخرب بيتكم شو قارحين. يبعت لك حمى منك إلها تضربوا بهالمنظر. وين رايحة بعد البيت؟ عندك حملتي ما عجبك تاخذيها بيت ولا تمهيك تضربي بمنظرك. كيف بعتلك حملتلك طويمة العالم والخلق ما بتعرفي تطوي، بعتلك قتلك ان شاء الله. لك فوزية يا بنت امي. لا من عمي. تعي لهون. جاي جاي تقبرني جاي. ايه تقبرني؟ ليه؟ قومي وقفي. ايه نسيت حالي تقبرني حاضر. هلا قعدي تقربي على قلبي. ليه؟ أنا تجوزتك لحتى تفضحيني ولا تشتري بيتي وتسكريني؟ شوفي ابن عمي؟ شوفي؟ ليه؟ ليه فضحتينا؟ لك شو قصة هالأصوات اللي طالعة أنت والنسوين اللي كانوا عندك ها؟ تقبرني؟ مين قال لك؟ مين قال لي؟ لك أصواتكم كانت واصلة لآخر الشاغور، هاتي لشوف شو القصة ها؟ بصراحة ابن عمي ما لقيت لك غير سلوى وكريمة مشرفين لعندي، قال بدهم ياكلوا حراب اصبعك. ويخرب بيتك عالسيره ولي انا ما قلت لك ولك هالطبخه ما بجي بيصير تعال لسانك بتقرفني بتذكرني بماضيي نسياني انه انحرق اصبعي بهالطبخه. يبعت لي حمى مو نسياني تقبرني بس كمان يعني حرام انا اكلها لهالاكله. لك تاكلي هم قلبي ان شاء الله، هاتي لاشوف شو صار بعدين. بعدين تقبرني من سيرة لسيرة سألوني قالوا لي يعني انت ليش ما بتجيبي اولاد؟ صحيح انت ليه ما بتجيبي اولاد؟ مع اني ما بقصر معك يعني؟ يعني انا ليش ما بجيب اولاد؟ اجي بيعرفني ابن عمي يعني هذا من رب العالمين. ريت والله ياخذك ان شاء الله، قومي امشي ليه قومي امشي لله. حاضر تقبرني. روح انا ربيتك على الشكل شو بتشبهي امي. بعدين انا اخذتها يعني انه على اساس يعني طب الجره على تمها بتطلع الكرت بدري يعني اما ما شاء الله يعني البركه ارنبه بتضل بتخلي والله معون حارف هذا يعني معون حارف ونريح حالنا بلا الشغل اليوم قرفتيني عيشتي يا الله. هذا يا سيدي بعد ما اكل وحمد ربه وشبع قال له لمرته انا بدي فوت اسطح لي شويه لا تضوجي الله يرضى عليك. قالت له مرته تكرم عيونك ابن عمي ما رح افتح تمي بكلمة. حلو. تركها وفات على الغرفة والعياذ بالله وشفلك هديك الشوفة. يخرب بيتك على الأكلة الله أصبعه حلقتيني معدتي حرب. قولا من رب الرحيم. لك شو ها؟ اوجيها اوجيها. نعم تقبرني. لك تعي لهون ليه؟ تعي لهون. اجيت ابن عمي. شو ها؟ شو ها؟ لك شو جاب الوسعك لهون؟ والله ما بعرف ابن عمي. يعني مسكون البيت مسكون، شو جابوا لهون؟ اكيد هي كريمة، هي اللي عملت هالعملة. ايوه كريمة. شو جاب كريمة على غرفتي؟ أنا قلت له فوتي على الأوضة وغيري أوعيكي. إيوة تعي لهون. شوفي ابن عمي تعي لهون. تعي. قل ليه؟ إلا لعيب ما بتقرأ عليها؟ لا بتحكي حالك بتروح عند أهلي وما بترجعي لهون بلا أبوكي. وإلا اعتبري حالك طالع. شو؟ طالع. لا شو؟ لا ابن عمي. يلا روحي. يخرب بيت أهليك يخرب بيت أهليك. نزعتيني براهي بطلت الشباب احسن شيء. والله ليش ما بدك تشرب شاي؟ خليني اقوم اعمل لك كاس. لا شايك مشروب ولا قهوتك مشروبه. اللي حق عندك وجاي اخذه. واه. انت باي حق بتجيب معدل بنتي على لسانك انه بنتي وسخه حط لك وسع بالغرفه جوا؟ واه. ليش؟ مشان شو؟ وشو لك الاسباب عندك يا بنتي؟ عمي انا حرمتي قالت لي انه بنتك المصونه دخلت على غرفه البنت. لما دخلت عملتها. ما بسمح لك تحكي على بنتي لا انت ولا حرمتك. بنتي مرباية على الغالي وعلي الحلال ومالي قاعد ببيتها. كان عندك حكي تاني. ايوه عمي فرجيني طولك بالله. لا ما شاء الله عنك طويل وطولك حلو. فرجيني عرض كتافك. روح خذ الباب بطريقه عمى لا زعلي مرائي عشوار بالناتو.
تجمع لي زعلان حارة وتعلم علي بكفيه. ماشي، بس كله منك يا وجيها، كله منك. اللي جيتوا للحق سلوى اللي لازم تاكل الأكلة، لا كريمة ولا وجيها. مزبوط معلم، مزبوط. لأنه سلوى هي اللي حطت الوسخ بفرشته لفارس. لكن صحيح معلم، ليش حطت الوسخ بفرشته؟ لك لما عدتي شو صار لكم؟ لك كم مرة تقول لا تقاطعوني؟ قسما بالله العظيم بصرفكم على البيت وبحرمكم كمان الحكايه. ها لا لا معلم، لا خلص يا خلص، كان عدو كنه. حاضر حاضر معلم، لا تقاطعوا. لا حول الله. النتيجه قعد فارس بارضها ديار وصار يفكر ليش عم بيصير معه خناقه النسوان اللي صارت عنده بالدار، ولا كريمه اللي تبهدلت عنده ما بتستاهل، ولا مرته اللي حردت ولازم يجيبوا له اياها بيت حماه وما جابوا له اياها. لا، وفوق كل هاد وهاد الكفين اللي أكلهم من جاره. بطلق على غرفة النوم وقعد يفكر. في موال براسه بده يغني. لمن رح معلم؟ حمل ضرب طريقه وراح لبيت مرته وجيها وزتل أغراضها بوشها. يا لطيف، الله وكيلك. حلو. وأقسم عليها يمين إذا ما بتروح بالصالح كريمة ويعرف مين اللي عمل هالعملة ما بترجع لبيته. معها. بس سلوى راحت لعند وجيها ووزت براسها وأقنعتها ما تروح الصالح كريمة. يا عم ليش هيك عم تعمل سلوى؟ قبل ما أقلكن ليش رح أقلكن شو ساوى فارس بمرته وجيها. تعي لعندي. تعي. حاضر ابن عمي. تعي لعندي. كرمتي. ايه ابن عمي. اسألي سؤال. سؤال. انتي بتحبيني مو هيك؟ بتحبيني؟ ايه بحبك. ايوه. رح اسألك سؤال تاني. وليكي بتجاوبي بكل صراحة وعليكي لما. حاضر ابن عمي. هلا باعتبار يعني بتحبيني، فأنت يوم اللي كنتي عنا حطيتي الوسخ هون مو هيك؟ وحياة الله مو أنا حطيته. وحياة الله مو أنا حطيته. وحياة الله ما حطيت شيء. وحياة الله ما حطيت شيء. لا والله وحياة الله يا ابن عمي ما حطيت شيء. وحياة الله يا ابن عمي ما حطيت. وحياة الله يا ابن عمي ما حطيت شيء. لك مو أنا، مو أنا يا ابن عمي. وحياة الله مو أنا ما حطيت شيء يا ابن عمي. وحياة الله مو أنا. ايوه مو انت. لا مو أنا. بسيطة. طيب وهلا رح تضلي هون ولا رح تروحي عند أهلك وتقولي لهم إني ضربتك مثل هديك؟ لا يا ابن عمي، أنا بنت أصل ما بعمل مثل لهديك. هديك بنت مو أصل. إيوة، لكن قومي زبطي لي هالأمور. يلا. حاضر ابن عمي. لك يا ميت أهلا وسهلا يا سلوى خانم، لك نورتي بيتك ومطرحي. تسلمي لي تقبريني، تسلمي لي. وليه درصانة لساتك زعلاني مني؟ لا أيوه ما زعلاني منك ولا شي، والله أنا قلبي طيب ما بزعل منك. اي خلي لي قلبك تقبريني، والله بعرف إنه قلبك طيب، بس كمان يعني أنا قلبي طيب. هلأ صح إني نرفوزة ولساني شوي متبري مني، بس يعني والله بحبك. ايه بعرف انك بتحبيني، مشان هيك عطول بسامحك. يلا لمسامحك. الله يخلي لي اياكي يا رب، نحن منضل مثل الاخوة تقبريني. ايه هاتي لشوف، طمنيني شلون ابن عمك وشلون هالشرنة؟ ابن عمي ايه ما شاء الله عليه بجنة. الله يخلي لك. بس هالشرنة ما تجيبي لي سيرتها ابنه وابنه. يوه ليش؟ ايه شو بسخة وشو مقرفة. ايه والله معك حق، أكثر من مرة جيت لعندها ولاقي هيك أرض الديار وسخة، قاعدة عم تشرب قهوة ما في وراها ولا قدامها. يخرب بيتها، ما بتلاقيها غير من بيت شقاع لبيت رقاع، مدري شو بيصلها. فايتة مع أم العروس وطالعة مع أم العريس. يخرب بيتها شو دوارة وسلالة. بتعرفي شو؟ دخلك ما تعلمت طبخ الحراق بأصبعه؟ لا تعلمتها ولا رح تعرف تتعلمها. يبعت لحمها إن شاء الله. إيه والله معك حق، لا خرجة تتعلم ولا بدها تتعلم أصلا. إيه مع اني انا كنت سايره باكله الحراق باصبعه الا انها طيبه، بس هي لا كانت تنهضم معي ولا كانت تنبلع معي بصراحه. وبعدين اكله الحراق باصبعه مو طيبه غير من بين ايديكي،
وبصراحة بصراحة عم فكر بكرة روح أنا ولطفية على السوق وجيب لك هاي الأغراض تبع الطبخة ونجي نطبخها عندك، شو رأيك؟ يا عميت أهلا وسهلا، بتشرفوا وبتنوروا، تفضلي ذوقي لي هلا هوعد شوفي مقطيبة ايش بشهي. هاتي لنشوف. ايها هاي قهوة، مو مثل قهوة هالمضروبة وجيها، بعت لحمها هي بعت لقتلا ان شاء الله. وبعدين مطولة عندي؟ لا جاية جاية ابن عمي. تعي ابن عمي بدي اقول لك شغلة صارت معي اليوم. هاتي لشو؟ اليوم اجت سلوى لعندي وقالت لي بكره بدها تجي هي وبنت الجيران نعمل أكلة حراقة بأصبعها. هي على هالسيرة عند آخر الليل، ولك ما بتعرفيني إني بتحساس. قال لي معلشي معلشي خليهم يجوا وبغيروا تيابهم هون. لا أيوه شو يغيروا تيابهم هون؟ هي أوضتنا واحد يفوت غيرنا. لا معلشي خليهم يفوتوها ويغيروا تيابهم كمان. دور رفقاتك رفقاتك معلشي. هي مثل ما بتأمرني ابن عمي. يلا قومي قومي طفي الضوء خلينا ننام. يلا. ولقال لك تعي خلص بننام بدون ما نطفي الضوء اليوم، نغير شكل تعي. لك يا عميد اهلا وسهلا لك، شرفتوني ونورتوني. اهلا وسهلا فيكي. ولي كريمه ساعه لتفتحي الباب؟ لك يروح كنت بالمطبخ ما سمعتكم. اسناولي اسناولي. هاتي من ايدك، كيفك ست لطيفه؟ الحمد لله تمام، مشتاقه لك تقبريني. لك شو اخبارك، ما عم تبيني على درسانه؟ والله بهالبيت مثل ما بتعرفي. لا خذي من ايدي هذا سعاده عم تسالها. يخرب بيتك، قومي حطي الاغراض بالمطبخ وجهزيهم لبين ما نغير اواعينا انا وهي. ايه يلا فوتوا، الاوضه مفتوحه. ايه يلا منيح. يلا فوتي قدامي لقلك لطيفه فوتي. هلا رح نعمل لهم اكله حراق باصبعه على قصوله ونخلي جوزها ياكل كمان. ايه اكيد. اسبقيني لقلك اسبقيني لاحقتك. ايه سابقتك. منين طلعت لي هاي التانية كريمة راح تجوزها؟ لك بشو عم تفكر يا فارس؟ ايه الا ما تزبط هالمرة انا بفرجيكم انتو التنتين دباركن عندي. يا كريم ايوه تغندري لعلك تغندري لي. ما يبلها الحلاقة، لك ما يبلها الطول، ما يبلو هالشعرات، دخيل وأنا دخيل الحلو. كرومي ايه ابن عمي بتتذكري لها ضرغام؟ لا لك رفيقي رفيقي هذا الكرموم. ايه ذكرته. ايه هذا يا ستي بالزمانات كنا هيك ضايفين ولاد ولاد صغار كنا لسه. مدري شو خطر ببالي ايه قلت له لك ضرغام شو رأيك نروح نتصيام؟ وافق. تعرفي انت كان على طول يعني شو ما انه دغري وافق. المهم لمينا هيك شويه احباشات حملنا حالنا ورحنا نتصيد بالغوطه بالغوطه رحنا نتصيد. هذا يا ستي نحن وماشيين هيك بنص الطريق وبيطلع لنا زلم زلم اسود اسود مثل الليل مثل شعرك يعني بخوف زلم هيك. درغام هون اول ما شاف الزلم يلا على ركض. أنا وقفت له هيك للزهب وقفت له نص الطريق هو يشخور وأنا أشخور. إيه والله إيه والله صلى هذيك الأيام قلت قدعنا قدع يعني أنا وزني. المهم ترغام ولا وقفت له هيك وحاصرته للزهب روح هيك رح له هيك روح هيك رح له هيك كمشته شلخته عنه حناكو. لا لا اللي تعيد تعيد تعالي لك تعالي لا تخافي شو بيك خايفة من الزهب يعني تعالي عادي قول. المهم بعد ما فسخته هيك للزهب طلع هيك طلع يمين شمال يمين شمال لك وينه ترغام بعمل طلعت هيك على مد نظر لعما ترغام صار بآخر الغوطة تعمشى على شجرة هيك وقاعد متكتك من خوفه. ندهت له من بعيد. المهم الكربوش بلش بقى يحبي حبي هيك وهو جاي لعندي لبين ما وصل لعندي انا كنت سالخه للزهب سالخه ومشعل النار يلا على مشاوي. وصل ترغام كان فاضله يمكن فخذين الزهب اكلته كله اكلته كله
عجبك أبضاي، طول عمري أبضاي. أنا كان ابن عمي أبضاي. أيوة أنا ما بخاف من شيء نهائيا. ايه ابن عمي بارك والنام أحسن شيء. أي والله. يا بسم الله وحياة الله يا ابن عمي مو أنا، وحياة الله يا ابن عمي مو أنا، والله العظيم مو أنا. ولكن بعرف بعرف مو أنت، لا تخافي خلاص عليك الأمان. هلا ما راح ننزع سهرتنا، ظبطي الأمور راجع عليك، راح أوصل شوي على الحمام. حاضر ابن عمي. أنا تعرفها لسلوى إنه هي عاملة معه كل العمايل. إيه عرفها. إيه عرفها. وشو عمل معه؟ أول شيء عمله راح صالح مرته وجيها واعتذر منها على التهمة الباطلة اللي اتهمها إياها. ابن الأصل يا عيني عليه، هذا الصح. ثاني شيء راح لبيت سلوى وفات فوتو العجيبة. هذا أكيد عمل له مبهدلة على هيك ترفاي، مو هيك أبو؟ لا مو هيك. لكن شو؟ راح يا سيدي لبيت سلوى لحتى يطلب إيدها. بحياة الله. إيه والله. ايه وجوزها؟ ايه طبعاً اتجوزها. وصار عنده 3 نسوان. ان شاء الله عقبال عندك بالأربعة يا ابو صبحي. طيب الأرجلية اللي ساويت لك ياها ابن عمي. ابن عمي؟ ساوي لك هيك شيء لأمي تاكلها؟ يوه بعدي من امتى انت بتعرفي تطبخي؟ ليش انت وياها التنتين من امتى بتعرفوا تطبخوا تقبروني خلاص؟ بس انا بدي اعرف كيف هو جوزها بيعرف عامله معه كل هالعمايل. هذا يا سيدي هو من الاول بده سلوى. حلو. وطلب من امه تروح تخطب له اياها، وراح يتخطبط له اياها وعين الله عليها. بس قبل العرس بكم يوم راح تفتعلت مشكله مع بيت حبان، خلته يطلقها قبل ما يتجوزها. وقامت سلوى حلفت يمين على حالها ما تهنيه بعروس. ليش؟ لانه كمان خرب بيتها هي الثانيه، لكن ما عاد حدا دق بابها. ابن اصل بس أنا الشغلة مو خارطة مشطي. كيف يا أبو النور 3 ضراير بدهم يتفقوا؟ لك مين قال لك اتفقوا؟ الله يعين اللي عنده 2 نسوان. أيوة؟ بقى كيف اللي عنده 3 نسوان؟ شغلة لجنان. الله وكيلك ليسكنوا العصفورية. والله الشفاعة بيكون بالطريق ودائما يا إلك. غني له 3 نسوان والله بيضجروا بلا. سليم غني له على عصفورية، غني له على عصفورية.